من أربيل ينضم إلينا مراسلنا مصطفى السامرائي. مرحبا بك مصطفى، أطلعنا على تفاصيل هذه الزيارة وأبرز ما جاء فيها. نعم، صحيح لك جميع المشاهدين. بالتأكيد فور وصول رئيس الوزراء الاتحادي محمد الشاع السوداني إلى أربيل التقى بمسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان وكذلك أعضاء حكومة إقليم كردستان. أهم النقاط التي نقشت على الطاولة بين بغداد وأربيل خلال هذه الساعات هي استئناف تصدير النفط عبر ميناء الشمالي، كذلك مسألة الرواتب في إقليم كردستان والتي تتأخر دائما بمشاكل إدارية وسياسية بين بغداد وأربيل، وكذلك موضوع الإحصاء والتعداد السكاني الذي من المؤمن أن يجرى الأسبوع المقبل هنا في أربيل. يعني كانت هناك تطمينات من بغداد لإجراء التعداد السكاني خصوصا في المناطق المتنازع عليها وما يعرف فيها المناطق التي تقع ضمن المادة 140 من الدستور العراقي. أيضا رئيس الحكومة الاتحادي قدم التهاني لحكومة إقليم كردستان على نجاح العملية الانتخابية لبرلمان إقليم كردستان بدورته السادسة، وهناك يعني مبادرات من السوداني والحكومة الاتحادية لحلحلة بعض النقاط الخلافية بين الحزبين الحاكمين هنا في إقليم كردستان الأقوى، هنا أقصد بهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. السوداني سيلتقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك رئيس إقليم كردستان خلال اللحظات القليلة القادمة، ومن ثم ينهي زيارته في أربيل ويتجه إلى السليمانية أيضا للقاء الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية لمناقشة ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان في كابينته 10 وبرلمان إقليم كردستان بدورته السادسة. هناك يعني توجه من بغداد نحو أربيل إلى الإسراع بحلحلة المشاكل والقضايا العالقة سواء بين بغداد أو أربيل أو بين أربيل والسليمانية للبدء بمرحلة جديدة في حكومة إقليم كردستان، وربما الأيام القليلة القادمة ستكشف بعض التحالفات السياسية في إقليم كردستان بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات بصورة نهائية. ملف النفط أيضا وتصديره عبر ميناء جهاز التركي كان من أهم الملفات التي طرحت، وكذلك تحرك جاد من الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء محمد الشاع السوداني لبدء استئناف تصدير النفط، خصوصا وان العراق يتكبد ملايين الدولارات كخسائر في بصوره شهريه منذ توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي. من اربيل مراسلنا مصطفى السامرائي، شكرا جزيلا لك.